أهلاً بيكم. النهاردة معانا درس صغير جداً ولذيذ جداً ومهم جداً، درس الرابع في الوحدة بتاعتنا، درس الصفر. درس الصفر بيعبر عن عدد هنتعامل معاه كتير جداً، اللي هو العدد صفر. العدد صفر من ضمن الأعداد المهمة، يمكن كمان أصغر من الأعداد اللي احنا خدناها، أصغر من واحد والاثنين والتلاتة والأربعة والخمسة، وكل الأعداد اللي خدناها العدد صفر هو اللي بيبدأ كل الأعداد دي، صفر واحد اثنين تلاتة وبعدين بكمل. العدد ده هنشوف دلوقتي تمارينه مع بعض ونرجع لكم تاني. زي ما قلنا يا أولاد، النهاردة هناخد درس الصفر اللي هو الدرس الرابع معانا، درس لذيذ جدا مفهوش أي حاجة، ومع ذلك الصفر ده عدد مهم جدا، وهو أصغر عدد صحيح عندي في الأعداد لكن مهم جدا. هنعرف إزاي؟ تعالوا نشوف كده أول تمرين معانا. أول تمرين معانا إني طلبت من الولاد عندي في الفصل يرسموا لي شجرة. تعالوا نشوف كده رسوماتهم. أول حد رسم لي الشجرة دي، شجرة تفاح، وبعدين جينا نعد التفاح اللي حطولي فيها، لقيت رسم لي تفاحة والتانية والتالتة، أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. فطلبت منه يكتب عدد التفاح اللي رسمه، فكتب لي العدد تسعة كرمز وكحروف بالعربي. أما البنت التانية اللي جابت لي رسمتها، لقيتها رسمالي الشجرة دي. تعالوا نعد معايا التفاح اللي في الشجرة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة والسبعة اللي وقع دي. فطلبت منها تكتب لي العدد سبعة، فكتبته رمز وبالحروف العربي. وبعدين آخر ولد عندي في الفصل جاب لي رسمته وجبتها لكم معايا النهاردة، رسم لي الشجرة بالمنظر ده. فسألته هو فين التفاح، فقال لي يا مس مفيش تفاح. فطلبت منه يعبر عن عدم وجود التفاح في الشجرة، فقال لي يبقى عدد التفاح صفر، وكتب لي العدد صفر والرمز بتاعه. ده رمز العدد صفر اللي هنستخدمه في الرياضيات، ودي كلمة العدد صفر باللغة العربية، كلمة صفر، وده رمز العدد صفر. تعالوا بقى نشوف تمريننا على عدد صفر اللي بيدل ان الشيء مش موجود. مفيش تفاح في الشجرة، مفيش فلوس معايا، مفيش كراسات في الشنطة. كل المفيش ده بعبر عنه بالعدد صفر. تعالوا نشوف مع بعض كده اول تمرين. بيقول لي اكتب عدد البرتقالات بكل طبق. طبق الاولاني، تعالوا نعد البرتقالات، وزي ما اتعلمنا نعمل علامة على اللي بنعده. يلا علموا معايا، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. كتبت العدد ستة، وكمان هفكركوا ازاي بنكتب الستة بالحروف بتاعت اللغة العربية، ستة. هنا واحد اتنين تلاتة، هكتب عدد تلاتة كرمز، وكمان هنفكركوا ازاي كنا بنكتبه بحروف اللغة العربية. كمان عندي هنا برتقانة قاعدة لوحدها، هكتب واحد ونفكركوا ازاي كنا بنكتبه بالعربي. عندي هنا في اليمين خالص طبق فيه برتقانة، التانية التالتة الرابعة، وكنا بنكتب الاربعة رمز كده وبالعربي بنكتبها كده. اما العدد الجميل اللي معايا النهاردة اللي مش هيخلينا نعد اي حاجة لان الطبق فاضي فارغ يعني، فهو العدد صفر اللي كتابته سهلة جدا كده، وحتى بالعربي كتابته سهلة كده. نشوف تمرين كمان. عايزني اكمل بالترتيب،
العدد واحد نطة جه على العدد اتنين، لكن بيسألني قبل ما يبقى واحد كان مين؟ طبعا عدد اللي اخدينه النهاردة اللي هو الصفر قلنا عليه انه اصغر الاعداد، فهو اللي كان موجود قبل الواحد. بعد كده جت الاتنين والتلاتة والاربعة والخمسة الستة وحتى كاتبها والسبعة. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ارسم ظهورا بحسب العدد. جايب لي اول ظهورية وطالب مني ارسم ظهرتين. عرفت ان العدد اتنين اللي مكتوب تحتها، هبدأ ارسم اول ظهر او اول وردة او اخلص وارسم التانية. ما ينفعش نقلل عن كده عشان هيعبر عن العدد واحد، وما ينفعش نزود عن كده عشان هيعبر عن عدد تلاتة. الواحد هو اللي قبل الاتنين والتلاتة هو العدد اللي بعدها. نشوف اللي مطلوب مني بعد كده في تاني ظهرية، ارسم خمس ظهرات يعني خمس وردات. ادي اول وردة لسه طبعا، ادي تاني وردة ولسه كمان، التالتة الرابعة واخر واحدة معايا رقم خمسة. بعد كده العدد تلاتة، العدد تلاتة يبقى ارسم تلات زهرات. خلاص السؤال بقى سهل جدا، واحد اتنين تلاتة. العدد صفر مش هرسم اي حاجة، قلنا العدد صفر بيعبر عن فارغ مش هحط فيه حاجة. اما العدد اربعة فارسم اربع وردات، واحد اتنين تلاتة واربعة. زي ما قلنا من اول زهرة رسمناها ما ينفعش اقلل ولا ازود، ما ينفعش ارسم العدد اللي قبل الاربعة اللي هو التلاتة، ولا ينفع اللي بعده اللي هو الخمسة. لازم ارسم اربع زهرات مظبوطين. نشوف تمرين كمان، بيقول لي من الشكل المقابل اكمل. عد الاطفال عشان انا عايز عدد الاطفال. ادي الطفل رقم واحد، رقم اتنين، رقم تلاتة ورقم اربعة، واكتب له اربعة. عدد الاشجار، ادي الشجرة رقم واحد، الشجرة رقم اتنين، والشجرة رقم تلاتة، واكتب تلاتة. عدد القطط، ادي القطة رقم واحد وادي القطة رقم اتنين، واكتب اتنين. عدد الكلاب، فما فيش كلاب في الصورة، الصورة فاضية من الكلاب، يبقى هكتب ايه؟ هكتب صفر، سواء بحروف اللغة العربية او رمز العدد صفر بالشكل ده. نشوف السؤال اللي بعده، شبه سؤال جانا من شوية اللي كنا بننط كل مرة على عدد. جاي المرة دي بيقول لي اكمل بالترتيب. انا بدأت بالصفر وبعدين الواحد، شوف انت هتكمل ازاي. فاقول له طبيعي انا بقى هكتب الاتنين اللي بعدها التلاتة اللي بعدها الاربعة والخمسة اللي انت كاتبهم، وبعدين ستة وبعدين سبعة وبعدين تمانية. طيب انا عندي هنا عدد سبعة وهنا العدد ستة، اوعى تجيلي كده من الفاضي وتقول لي اعمل ايه. لا، لازم تقرا عددين ورا بعض. سبعة، الله الله الله، دي قلت وبقت ستة وبعدين قلت وبقت خمسة. يبقى طول ما احنا ماشيين كده هنقل، وطول ما احنا ماشيين كده هنزيد، العكس. الخمسة هتقل تبقى، يلا طلع خمسة على ايدك معايا، يلا نطلع بقى كل كفنا كده الخمس صوابع وشيلني كده الرقم خمسة ده. هيتبقى دي واحد، التاني، التالت، الرابع، يبقى اربعة. هشيل كمان رقم اربعة فهيتبقى تلاتة. طلع على ايدك كده التلاتة وشيل منهم كمان واحد، هيتبقى اتنين. اما لو انا ماشي بالعكس كده، اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة، يبقى هكتب تمانية، يبقى هكتب تسعة. نشوف اللي بعد كده، اكتشف النمط واكمل. عندي نفس السؤال بتاع المرة اللي فاتت، سؤال لذيذ جدا وانا بحبه جدا، لان احنا بنقعد ننط فيه على الاعداد وبنتعلم ازاي نسرد الاعداد ونسلسلها. الصفر كتبت بعد واحد،
كتبت بعده 2، يلا الشاطرين عرفوا دلوقتي هكمل واكتب كام؟ هكتب 3، هكتب 4. طب 7 بقت 6، بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي انا بقل، انا نازل، انا في الاسانسير وكنت في الدور السابع وبعدين دست على الزرار اللي بينزلني فلازم اعدي على الدور السادس وبعدين الدور الخامس وبعدين نقفل كده صابع من صوابع ايدينا ونبص هنلاقيهم 4، كمان صابع هنلاقيهم 3. طيب لو انا عندي 5 بقت 6، انا بكبر بقت 7، المرة الجاية هكبر كمان ابقى 8، هبقى 9. الخمسة عملت ايه؟ لازم اسأل نفسي، صغرت ولا كبرت؟ الخمسة صغرت بقت 4، والاربعة كمان صغرت بقت 3، يبقى لازم التلاتة تعمل زيهم، لازم هي كمان تصغر. يلا طلعلي التلاتة على ايدك كده وصغرها لي، نزلي واحد كده هتلاقيهم بقوا 2. طيب طلعلي 70 على ايدك ونزلي منهم واحد كده هتلاقيهم بقوا 1 بس. الواحد بقى كام يا ولاد؟ بقى 3. طب حلو قوي، ده كبر، بس في مشكلة، الواحد مفروض لما يكبر يبقى 2، ما كتبناش الاتنين بس كتبنا التلاتة، التلاتة كمان عملت زي الواحد، كبرت بس ما كتبتش الاربعة، كتبت الخمسة. دي بتسيب سلمة وبتنزل على السلمة وبتطلع على السلمة اللي بعدها، بتسيب عدد وبتكتب العدد اللي بعده، يعني بتنط كل 2 لان بترمي واحد وبتنزل على التاني، يبقى الخمسة هتعمل زيهم، هتقول للواحد سبت الاتنين وكتبت التلاتة، وانت يا تلاتة سبت الاربعة وكتبت الخمسة، انا كمان هسيب الستة واكتب السبعة، هسيب التمانية مش هكتبها واكتب التسعة. 9 بقت 7، قلت، لكن التسعة مفروض لما تقل تعدى على من الاول؟ التمانية، سابت التمانية وكتبت السبعة. 7 كمان عملت زيها، سابت الستة وكتبت الخمسة. الخمسة طلعنا 5 على ايدينا وبعدين قلنا لها يا 5 لما نشيل منك صابع هيتبقى مين؟ هيتبقى 1 2 3 4. طب يا 5 هتسيبي حد؟ طبعا زمايل اللي قبلي سابوا، التسعة سابت التمانية، السبعة سابت الستة، يعني التسلسل ده بيسيب عدد ويكتب العدد اللي بعده، يعني بينقص عددين لان فيهم عدد ما بيكتبش وبكتب التاني، يبقى انا بنقص 2، يبقى انا كمان مش هكتب الاربعة لكن هكتب التلاتة، مش هكتب الاتنين لكن هكتب الواحد، كده التسلسل بتاعي يبقى مظبوط. تعالوا نشوف تمرين بعد كده، وانا بقى معدية كده في وسط التمرينات لقيت الواحد ده قاعد زعلان، فسألته مالك يا واحد زعلان ليه ومكشر ليه؟ انا كمان زعلان على زعلك يا واحد. فالواحد قال والله يا مس إيمان ما معيش إلا جنيه ومش عارف أجيب بيه إيه، مش عارف أجيب بيه أي حاجة، ولا فطاري ولا جدايا ولا عشايا ولا الحاجات اللي أنا محتاجها. فقعدنا نفكر أنا والواحد نعمل إيه عشان نساعده، فافتكرت إن أنا بشرح لكم النهاردة درس الصفر. الله، هو الصفر الغلبان ده، الصفر الفاضي اللي ما معهوش حاجة يقدر يساعد الواحد في حاجة؟ يقدر يساعده كتير. ازاي؟ هقول لكم على سر خطير، لو الصفر ده قاعد قدام الواحد على يمينه هيخلي الواحد يبقى 10. معقول؟ معقول، يعني الواحد ما عادش هيبقى معاه الجنيه ده بس،
هيبقى معاه 10 جنيه. تعالوا نشوف. اول ما السفر قاعد جنب الواحد وجاي له كده وبيضحك وبيقول له يا واحد انا هخلص لك مشكلتك، لقينا الفلوس والجنيهات نازله على الواحد. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وكمان الجيل اللي كان مع الواحد يبقوا 10. السفر الصغير ده اللي كنا فاكرين ان ملوش لازمه طلع هو اللي ساعد الواحد لما قعد على يمينه وخلاه بقى مبسوط وخلاه بقى 10، واحنا كمان بقينا مبسوطين ان احنا خلصنا مشكلة الواحد وخليناه بقى 10. كلنا بقينا مبسوطين ان الواحد بقى معاه فلوس كتيرة بقى 10. كده خدنا كل الاعداد اللي هندرسها في الترم ده من اول الصفر لجايه الاعداد اللي بعده 1 2 3 ولغايه ما وصلت للعدد 9. شفنا التمارين بتاعتنا على الصفر. تعالوا بقى نراجع كل الحلقات اللي فاتت، حلقات الصفر والواحد والاثنين لغايه العدد 9 كل تمارينهم، عشان نبقى راجعنا على كل الاعداد دي مع بعض. ونتقابل الحلقه الجايه ان شاء الله في درس جديد هنشوفه مع بعض المره الجايه ان شاء الله. على